هلا والله، فلوجنا الجديد من بحيرة بايسر زين. لتشوفوها اليوم جينا هنا وشون جندك. اليوم 7/2/2021. طبعا هاي والقناة الثانية مالتنا، كل واحد فلوك شكل. لو حبيتوا تروحوا عليها، قناة من أوروبا موجودة، بس هاي حبينا شوية نشوفكم إياها. شوفوا الناس، شوف الناس هناك شلون بدها تتزلج. البحيرة جمدانة كلها. الناس هناك تتزلج. هاي الغابات الملحقة بالبحيرة اللي ما شوفتكم اياها بفلوق القديم. كل بحيرة ببرلين بيها غابات، والعوائل هنا بألمانيا من تروح تاخذ هذه الزلاجة وتزلج أطفالها. فهنا كأنه طالعين رحلة، ورحلة جميلة. شوفوا كلش حلوة، يجون الأولاد هنا، الجو كلش حلو. أتمناكم ويانا ببرلين. كله شو بدها تثلج، وجو حلو والحمد لله. وهسه نشوفكم البحيره من هنا. هاي غابات كلها ملحقه بالبحيره، ممنوع تنبني، تبقى منطقه خضراء. وهاي البحيره هسه راح نقطع التصوير ونروح على نتمشى داخل البحيرة ونجيب لكم غير صور. هسه مثل ما تشوفون احنا بداخل البحيرة، قريبين. البحيرة دائرية واحنا دائرة بدائرها، كنا هناك بدنا نصور هناك بديك المنطقة. وهسه هنا احنا، وهنا كل الناس تفتر هاي الشجر، وهنا بعض المنازل موجودة هنا، والناس تفتر وتمشي. جو برد بس حلو. في ناس يتزلجون، في ناس. طبعا الطريق من بألمانيا حتى هذا سايد اليمين للروحة وسايد اليسار للرجعة، يعني متعارف عليه. وهاي البحيرة شلون جامدة. هسه راح نطفي، نقطع الفلوق ونكمل لكم اياه بعدين. هسه وصلنا لنهاية البحيرة، واحنا داير مدايرها مثل ما تشوفون. الجو هنا ايضا يتزلجون، شوفوا تشوفون. هذا هنا طريق الخروج. البحيرة توصلها من ساحة ألكسندر فلاتس بالقطار الشارع 4، وهذا يمر من جبانها بالضبط. هاي البحيرة، هذا طريق المغادرة. نهاية الفلوق، أرجو أن تكونون استفاديتوا واستمتعتوا بفلوقنا. لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس إذا عجبكم الفيديو،
وشكرا للجميع، مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة.